القناة قناتي شحال مرة بنت فيها وكنعتبرها شي حاجة في ما كنبغيو كنلقاهم. فشكرا لصوت العدالة. أول حاجة قبل ما نقول السبب غنقول واحد الإنسان هو بسيط، علاش القنوات لا الإلكترونية لا الوطنية كيعطونا جوج دقايق في يوم العالمي؟ ما هو السبب؟ من غير هكا علاش حنا هنايا؟ حنا باش نقولوا للدولة حنا معاكم، فرحانين بزاف الحوايج نتوما دايرينهم، خصوصا الزيادة اللي زادوا اليوم المتقاعدين. مي حنا عافاكم، حنا هنا عافاكم، شي حاجة بسيطة تفرحنا. واش كطالبوا اليوم اختي؟ كنطالبوا بالدولة تعترف فينا فقط. واش تعترف بكم؟ ممكن تشرحي لنا أكثر؟ تعطينا، شوف ما باغين والو، باغين غير إطار القانون 97 يطبق. ياك هما اللي داروا، هما اللي اخترعوه، فاعطيوه لينا. أنا ما باغاش نطلب، شناهو مصيري إلا ما سوالي ليا؟ غنوقف في الموقف حشومة. شوف هو عندك تغطية صحية؟ ما عندي لا تغطية صحية لا والو، لا عندها والديا على قد الحال، فين هي التغطية الصحية؟ واخا ما باغاش التغطية الصحية، باغي فلوسة. واش الدولة ما تعطيهاش ليا؟ علاش؟ واش الحكومة كتساعدكم وكتعطيكم شي مشي؟ شوف كمعاقين، تخيل معايا طوبيس كنخلصو فيه، تخيل معايا الولوجيات ما عندناش، تخيل معايا والدينا حاضوا باش يقررونا في الاخر احنا تل عاش. هو كنعرفوا ان المستوى الدراسي ديالك باغ بليس دو، باغ بليس دو رقدت بحال الحامر، بحال الحامر. يعني يا خشيك ما عندك لا مهنه لا والو؟ والو، درت قناة كنحارب باش الناس تخبر، الحمد لله هي خبيرة، مي ما عنديش السفاهة باش الناس تستافد، وحنا ما عنديش السفاهة، غنبقى ندير هذاك الشيء اللي باغا، اللي ربوني عليه والديا. شوف فدوا غناخدك في آخر سؤال، شنو رسالتك للحكومة اليوم؟ فين هي الحكومة؟ في جيبي، فين هي الحكومة؟ شكرا لك شيخ فدوا.